السلام عليكم، معكم دكتور وليد جبر. قبل ما أبدأ كلام عن موضوع النهاردة، حابب نروح نشوف فيديو ونرجع مع بعض تاني. يلا بينا. يلا عايز اقول لكم حاجه. امبارح انا كنت حاطه ستوري او اول لخلود، فبقولها ماي ماين، تمام؟ فقال لك فظيع في الانجليش. مبدئيا التصريفات الضمائر اللي هو الاي والماي، تمام، والمي والماين وكده. المهم ان انا لما بقول مثلا this book is mine، الكتاب ده بتاعي، دلوقتي عايزه اقول خلود is mine، فانا هعمل زي اختصار وهقول يا اما she my mine يا اما my mine على طول، بتاعتي انا، قصدي في النهايه مملكتي، حاجه ملكي يعني. حتى جوجل ترانسليشن تعرف على الحوار ده، ما اعرفش انتوا ما تعرفوش ازاي بصراحه، بس عادي يا جماعه، انا مش جايه من بره وانت سيادتك مش جايه من بره، وطبيعي ان ممكن تسمع معلومات تكون انت مثلا. الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي لاحد البنات من اليوتيوبرز، احنا مش لازم طبعا نقول اسمها عشان ما نشيرهاش اكتر ما هي مشهوره. الفيديو ده اتشهر في اليومين اللي فاتوا بعنوان ماي ماين، ويمكن فوجئنا بعد الفيديو ده ما نزل ان هو بعدها مجموعه من الايام هنقولها بمصطلح الدارج اللي بيقولوه الشباب، بحفله من التحفيل والسف والتريقه على البنت. فمن اليوتيوبرز اللي بداوا يتريقوا على شكلها وعلى طريقه نطقها الغلط في الانجليش واستخدامها للقواعد اللغويه الخاطئه، والبعض الاخر اتريق على طريقه اللبس، والبعض الاخر اتريق على الفيديوهات اللي هي بتقدمها والمحتوى اللي ممكن يكون ضعيف شويه على قنوات اليوتيوب، والموضوع كده شكله في النهايه قلب بتنمر. بصراحه انا لفت نظري في كل اليوتيوبرز اللي انا شفتهم ونقدوا الفيديو بتاع البنت ديت، هما اتنين من اليوتيوبرز. واحد هو عمر عبد الرحيم، وده بيقدم محتوى لائق جدا في طريقه نطق اللغه الانجليزيه. هو ما نقلهاش هي وما قالش اسمها، ولكن هو قال هي ان البنت ما غلطتش، المصطلح ده خطا لغويا جراماتيكال، هو خطا خالص، ولكن هو ممكن ان شفناه وجاب افلام ليه ان هو ده يعتبر في اللغه الدارجه باللغه الانجليزيه، وفي النهايه قال ان ده خطا لغوي. بنت تانية بس الحقيقه انا مش فاكر اسمها دلوقتي، هي اتكلمت على الفيديو ده ولكن بدايه ما ذكرتش اسم البنت اللي احنا شفناها في الفيديو. ثانيا اتكلمت على الموضوع من وجهه نظر اللغه الانجليزيه والقواعد ان هو خطا، وان الصح بتاعه ان انا ما ينفعش اقول ماي ماين، والمفروض اقول كذا كذا كذا. وفي النهايه قالت لها انا اسمي كذا، صفحه اليوتيوب بتاعتي، صفحه الفيسبوك بتاعتي كذا، واليوتيوب شانل بتاعتي كذا، ولو حبيتي تبعتي لي اي مسج عشان تقدري تكوريكت سام ميستيكس عندك يعني، تبقي تواصلي معايا وانا مرحبه بالتواصل معاكي تماما. انا بحكي الحكايه ليه؟ يمكن انا متعود بتكلم على في العلم النفس الرياضي، وهتكلم عن الموضوع من وجهه نظر علم النفس العام وعلم النفس الرياضي. الموضوع هنا زي ما احنا عارفين ان علم النفس العام بيهتم بدراسه سلوك الفرد وتقويم السلوك الخاطئ وتوجيهه الى وتحسينه الى سلوك ايجابي مقبول، وعلم النفس الرياضي ايضا بيهتم بدراسه سلوك الفرد اثناء ممارسه النشاط الرياضي، وبهدف تعديل هذا السلوك وبهدف تطويره. اللي انا عايز اخرج منه من عرض الفيديو من الكلام اللي انا بقوله ده كله، ازاي انقد وازاي اعدل، في هنا مبادئ ازاي انقد وازاي اعدل السلوك الخاطئ السلبي، سواء كان عند شخص عادي او كان عند طفل او كان عند فرد رياضي. لما اجي انقد في قواعد بيقولها علم النفس النقد والتعديل السلوك، اولا النقد لازم يكون نقد هادف بناء بيقدم محتوى، يعني ما انقدش لمجرد ان انا بنقد، ما انقدش لمجرد النقد، ولا انقد لمجرد ان انا عايز اعيب على الشخص ده. النقد بيبقى للسلوك وليس للشخص، يعني للسلوك الخاطئ للشخص، ومليش دعوة لا بجنسية الشخص ولا بديانته ولا بلونه ولا بعرقه ولا بأي حاجة تانية، يبقى أنا بنقد فقط السلوك. النقد لا يتم في العلن، يعني لما أجي أنقد ابني أو لما أجي أنقد لاعب ما بجيبوش قدام زمايله وأنقده، هنا هيبقى الموضوع هيبقى حساس بالنسبة له. النقد عن طريق الإهانة بيقلل من الثقة في النفس، فازاي أطلب من ابني إن هو يبقى واثق من نفسه، وازاي أطلب من اللاعب إن هو يبقى واثق من نفسه وياخد قراراته كلها لوحده في الملعب وأنا بهينه قدام زمايله وبهينه قدام باقي الفريق أو باقي المحيطين بيه.
الحساسية عند النقد، لازم نقبل مبدأ إن بعض الأشخاص ما عندهمش مبدأ إن هم يحبوا يتنقدوا، كلنا كبشر ما نحبش نتنقد وممكن نكون حساسين، فلازم نوجه النقد بطريقة معينة. ولازم ناخد بالنا برضو إن النقد في سن المراهقة خصوصا 13 و15 سنة بيبقوا حساسين أو سنسيتيف أكتر شوية من باقي الناس، ما ينفعش أنقد الولد قدام زميله، وخصوصا ما ينفعش أنقد ولد قدام بنت أو بنت قدام ولد. في مبادئ تانية لان انا ادي نقد او ادي فيدباك للشخص اللي قدامي عشان اصلح بيهيفير معين عنده. اولا القاعدة الاولى هي قاعدة بيسموها PNP اللي هي positive negative positive. لما اجي اصلح حاجة ما ادهاش دايركت، ما اخش عليها دايركت، يبقى بعمل ايه؟ اقول حاجة حلوة الشخص كان بيعملها، وبعدين احط السلوك السلبي اللي هو عايز يأدي ده في النص كلامي، واختم كلامي بحاجة ايجابية. يعني مثلا لو ولد عنده خطا في الهومورك بتاعه ما اقولوش انت غلطت وانت في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن هقول له السؤال الاولاني انت اجابته جميل جدا واجابته بشرحه كان وافي، ولكن السؤال الثاني اعتقد انه محتاج مور ديتيلز اكتر من كده ومحتاج شرح اكتر من كده شويه، لكن anyway انت كنت كويس وانت هايل وما اجلتش الواجب بتاعك كله عملته في نفس اليوم. لو جيت اصلح خطا عند لاعب في مباراه من المباريات مثلا ولتكن في رياضه التنس، انا عايز اشتغل على ان الولد عنده غلطه في الفور هاند بتحصل في توقيت معين من المباراه، اقول له في البدايه ادي مثال ان السيرف بتاعك كان فيه تركيز عالي جدا ولكن محتاجين نطور شويه الفور هاند، كان فيه بعض الاخطاء والاخطاء دي ظهرت لما خسرت الفيرست سيت وكنت متوتر شويه، ولكن عموما انت كان عندك فايتنج سبيريت وقدرت تحارب لغايه اخر بوينت في الماتش. القاعده الثانيه بتقول ان لما اجي اعمل الفيدباك ان انا هقدمه بنسبه 3-1، دي طريقه صعبه شويه، يعني لازم تقول 3 حاجات ايجابيه للفرد وبعدين تختم كلامك بالحاجه السلبيه اللي انت عايز تصلحها، وبالتالي هو هيبقى ساتسفايد انه بيعمل حاجات كويسه ويتشجع وبعد كده يقبل يسمع منك. هي دي معظم القواعد اللي انا بقدمها علم النفس سواء العام او علم النفس الرياضي، يا ريت نتبعها مع ابنائنا ومع اللاعبين بتوعنا او حتى مع اصدقائنا، ان احنا نقدم لهم فيدباك عشان نبدا نقدر نعدل اي سلوك سلبي احنا شايفينه معاهم ونتجنب الاشياء السلبيه اللي انا قلت عليها. وفي النهاية يا رب نكون استفدنا بمحتوى الفيديو ده ويكون لائق ويكون عجبكم، وما تنساش لو انتوا مش مشتركين في القناة تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلك كل جديد في علم النفس وعلم النفس الرياضي، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير عشان نحقق استفادة أكبر قدر من الناس. وفي النهاية أشكركم، مع السلامة.